خلينا نشوف مع مدام حميده بن يوسف، قلت لي هي ماستر كوتش في اداره الاعمال والحياه والمعالجه بالطاقه. اليوم جبت لنا تكنيك اسمها الاو اف تي، شنو هذا التكنيك هذه يا مدام؟ التكنيك هذه تكنيك دو ليبراسيون ايموسيونيل او اف تي، هي تقنيه علاجيه نفسيه وطاقيه في نفس الوقت. نستعملوها باش نتحرروا من الطاقات السلبيه اللي في البدن ومن المشاعر السلبيه. اها، ما شنو كيفاش تنجم تكون التكنيك كيما اليوغا ولا كيفاش؟ لا، هي تعتمد على نقاط اون فاتابوتي معناتها سور دي بوان، نقاط طاقه اللي هما نفس نقاط طاقه نتاع لاكوبانكتور حسب يعني الطب الصيني التقليدي الصيني، ولا وهما موجودين في الراس وفي الوجه وفي اليدين. النقاط هذوما نقاط الطاقه. انا كيفاش علاش نمشي نعمل هذا التكنيك هذيا؟ كيفاش فما شنو حاجات الاعراض اللي تطلع عليا باش نمشي نعمل تكنيك باهي؟ هذه التكنيك هذه نجم نستعملوها ان طونك كوتش يعني في الكابيني، والا حتى اي واحد يعني في داره في اي بلاصه يعني كانت نجم يستعملها. هي سهله التطبيق ولي ريزولتا نتاعها سون فريمون رابيد و تري افيكاس. شنو مثلا نحبوا باغ اكزومبل عندنا مشاعر غضب متغشين ولا مقلقين ولا كولبابيليتي ولا اي معناها اي مشاعر سلبيه نجموا نخدموا عليهم. نوريكم مثلا باغ اكزومبل نقولوا احنا شعور نتاع غضب، نقولوا احنا اليوم انا ولا فما حاجه نرفزتني تو باغ اكزومبل، نحب نتخلص منه، نحب نتحرر بلوتو، مش نتخلص منه شعور، نحب نحرر منه الجسد نتاعي. دونك شنو نعمل؟ جو باس باغ تخوا ايتاب، فما ثلاثه مراحل. ندخل في الحاله هذيك نتاع الغضب نتاع الغش هذيك، ولا نستحضر ليفينمون الحدث اللي سبب لي الغضب، نعيشه بقوه، نعيشه معناتها كيف ما هو. ومن بعد المرحله الثانيه نحسب، نعمل معناتها جيفاليو، نعمل ايفالواسيون نتاع ليتا هذيك نتاع الغش نتاعي من 0 ل 10. صفر معناتها مانيش متغشه، مش متغشه جمله، و10 متغشه على الاخر. على الاخر فوالا. نقولوا احنا مثلا انا متغشه شويه، نقولوا ولا موين مو متغشه 5 على 10. دونك قست الحاله نتاعي قداش. بعد عدى المرحله الثالثه، اللي هي التابينغ. اون فا تابي معناتها سور دي بوان قلت لك نتاع طاقه، هما نفسهم لي بوان اللي نحطوا عليهم كيما تراو فيهم في ليكرون، لي بوان نتاع لاكوبانكتور اللي هما نورمالمون نحطوا عليهم الابر هذيك الصينيه. فهمت لي بوان لهنا لهنا لهنا. شنو نعمل؟ اسكو نعمل مساج؟ اسكو فما زيوت نحطهم وبعد نقولوا احنا نعملوا مساج دائري احنا نقولوا هيك، ولا شنو نعمل بالضبط؟ سي بوكو بلو سامبل كو سا اون فيت. هذيك علاش انا جيت حبيت نوريها معناتها باش نعلمها الناس الكل. دايوغ انا نخدمها يعني ديما كل يوم في الكابيني، ونوريها للناس الكل، نعلمها لهم باش ينجموا يوليوا معناتها اوتونوم يستعملوها وحدهم في اي وقت وفي اي بلاصه. باهي، دونك باش نوريكم كيفاش بالضبط التقنيه. سهله برشا هي. دونك اول حاجه قلنا احنا انا مغشه. باهي، نبدا هنا فما بوان كاراتي، اون فا فيغ دي تابينغ احنا، فهمت؟ باش نربطو كيما نقولوا واحد التربيط، فهمت؟ اون فا فيغ دي تابينغ، دو تابينغ هكا باليد الاخرى معناتها فوالا، بالاربع صوابع ولا زوز ولا هذه، خاطر هي سي ان بوان لهنا عريضه البلاصه، دونك نجمو نعملو بالاربع صوابع. دونك هنا فوالا منطقة الكاراتي، بوان كاراتي. دونك هنا باش نقول رغم اللي انا مغشه، اما انا نحب روحي ونقدرها تماما وبعمق. قولوها 3 مرات رغم اللي انا مغشه، لاني نحب روحي ونقدرها تماما وبعمق. رغم اني مغشه نحب روحي ونقدرها تماما وبعمق. هذه تسمى لا فراز دانفيرسيون بسيكولوجيك، باش تخلينا نقبلوا الحاله هذيك، ليموسيون اللي عنا نقبلوها ديجا، خاطر احنا مش نجموا نغيروها، لازم نقبلوها تو دابور. وينجم العبد مغشش يلقى وقت وتفكير وتركيز باش يعمل هكا ويقول لك نجم يعملها ماشي نلما. هو كي تحفظ التقنيه انت، كي تحفظها تولي حتى ما عينكش انت باش تعمل، باش تقعد فوالا باش تعملها. حتى وانا منرفزه جوستومون نبدا منرفزه قلت باش نعملها هكا، رغم اني منرفزه ميم سي جو مي سون جو سوي نيرفوز ولا جو مي سون انيرفي جو مي جو مي سيم توتالمون اي بروفونديمون.
لي فيرسيون بالفرنسي. فوالا دونك من بعد نكمل ستون روند هي كامله يعني فما مجموعه نقاط باش نربطوا عليهم. دونك بعد لهنا فما البوان هذا هذوما كلهم نقاط راهم تاع اكوبانكتور موجودين. باش نعملوا شدوا الابره هكايا احنا باش نعملوا تابينغ. دونك هنا باش نقول باش نذكر المشكله انا مغشه انا مغشه انا مغشه هنا زاد في اول السورسيل اول الحاجب فوالا باش نعمل هكايا مغشه انا مغشه مغشه ومن بعد في الكوان دو لوي هنا في نك العظم هكايا انا مغشه انا مغشه بعد انا مغشه بلاي ماشي تغش نسيت نسيت تغش تنحس سيا كون اللي نضحك فوق ما همش برشا هما نقاط دونك نتعديهم غابيدمون ما نوريكم باش فريمون اون تابوت معناتها العدد اللازم بين سبعه و10 11 مره فهمت هكا انا مغشه انا مغشه بيان سور نبدا مغشه نبدا مش هكا راهو اكثر اقوى بتقدر تضرب روحك اقوى ليه بون نقصد معناها وش ما حتى باش تغش بعد لهنا سولي كلافيكول هنا بزوز يدين ولا بيد واحده راهو ولا هكا مش مشكل انا مغشه بعد لهنا وين هكا انا مغشه انا مغشه انا مغشه بعد نكمل البوانت دي دوا لهنا هذوما واحد واثنين وثلاثه واربعه هذيا لي بلوتو هذا لي دونك انا مغشه انا مغشه انا مغشه نتعدى هذا انا مغشه وبعد نجي البوان هذايا بوان دو غام يتسمى انا مغشه انا مغشه انا مغشه ومن بعد شنو نعمل غمض عينيا نتنفس ونحل عينيا اللوطه ونغزر على اليمين على اليسار ومن بعد نحاول دندن غنية يعطيك الصحه جينيرالمون انا نغني جويوز انيفرسير وبعد نحسب من نقولوا احنا من العشرة لخمسة باغ اكزومبل العكس 10 9 8 7 6 5 ونعاود ندندن لحن اخر الا هو نفسه مش مشكل تحس لازم واحد يحفظها حدا ورقه مطبوعات يدلس سهلة على الاخر بالحق لازم حداها يغش روح ولا حاطتهم قدامه باش يعرف لي اذا كان اي لي بوان كان نسيت مثلا واحده من لي بوان ولا ما عرفش ترتيبهم ماهيش مشكله كان نسيت واحد من لي بوان اما المهم نحفظوا الباساج كامل يعني الروند هذه نسميها اون روند دونك من بعد نحسب ونعاود ونعملوا ايفاليواسيون جديده شوف روحي انا وين وصلت جيفاليو انا كنت على 5 على 10 قداش وليت كاين انا وليت سافا وليت شيخه وعامله جو دونك وليت صفر نقولوا احنا ولا واحد على 10 سي بون لو كان مازال شويه نكمل نعاود اون اوتر روند ونقول سو كي ريست دو هذيك المشكله اي فوالا من المشكله اللي انا عندي اللي بقى من الغش اللي بقى من الغش هذيك من اللي بقى فوالا هذيك نعاود نفس السيركيلاسيون سي لا من ربي وكا واستغفر العظيم وحسبا عليه اللي غشك فهمتها وتقدر التكنيك هذه نجم نستعملوها في برشا حاجات اخرين ما حتى في وجيع مثلا جمال عندي وجيع في ركبتي عندي وجيع على هنا راسي يوجع نجم نعملها رغم اللي انا عندي نقول رغم اللي انا عندي وجيع في راسي ما انا نحب روحي مقدرها تماما وبعمق تتنحى تو تاخذ بالحق التكنيك هذه تنحي الوجيع التكنيك هذه نخدم بها معناتها نحيت بها حتى دي كريز دونغواس حتى دي فوبي بيان سور فما برشا النتائج معناتها من الاول من اول سيونس ونجم نعاودوها من بعد نعاودوها مثلا كل يوم ولا كل ما فما الحاله هذيك اللي نتعرضوا لها نجم نعاودوا لا ميم تكنيك سي تري افيكاس سا باغي هكا سامبل اللي درول معناها كل شيء فوالا اما هي الضحك اللي فيها تفاد ليك اللي فيها كي نعملوها جروب ولا حاجه نصورها الضحك لا اون جروب انا جو بريفير كل واحد خاطر كل واحد باش يعمل ايفالواسيون معينه وكل واحد عنده شنو على شنو باش يخدم فهمتك رايك دكتور تقول لي حاجات كيما هكا مهمين برشا خاطر وقت تشوف الناس اللي تكيفوا هذيك مشكلتهم يقول لك انا جبت السيجار وخاطر تغششت ولا ستريس تقولوا علاش ما وقفتش الدخان يقول لك خاطر ياسر عندي مشاكل ودنيا صعيبه وحاجات كيما هكا ينجموا يعاونوهم برشا اكسيلونت اكزامبل خاطر فوالا مثلا هكا شنو نقولوا مثلا نقولوا انا رغم اللي انا نحب نتكيف الا انا نحب روحي لاني نحب روحي مقدرها تماما وبعمق ما
معناتها هذاك البروبليم تاعي. ولكن انا نعرفوا علاش قاعد نتكيف، اذا انا اذا انا نحس بفراغ مثلا، رغم اللي نقول رغم اللي انا نحس بفراغ نحب روحي ونقدرها، فهمت؟ فهمتك. ونفس ونفس وسامخش تري 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 بيان. بالله اللي ينجم يجربها يبعث لنا على شلي، كان هو ينجم يصور هنا فيديو على شلي، واذا كان جربها ومشيت معاه يبعث لنا في الباج الماتينال. مشكوره مدام حميده بن يوسف اللي هي ماستر كوتش في اداره الاعمال والحياه والمعالجه بالطاقه، كانت تحكي لنا على تقنيه الاو اف تي.